سالو مي زيليف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك كيف ما وعدتكم انني نخدم لكم تيكست ارغومونطاتيف بالنسبه للتلاميذ ديال 5 نص حجاجي فيه لي زارغومون. لقيت في لي كومونتير واحد 3 ديال لي سوجي كيتعاودوا بزاف، دونك انا اختاريت منهم واحد وان شاء الله غادي نكمل لكم جوج ديال لي سوجي الاخرين، يعني على حسب شكون التلاميذ، ولكن هذا السوجي هذا لقيته بزاف، يعني كيتعاود ليا في بزاف ديال التلاميذ. حتى اللي بالنسبه ما عندوش هذا السوجي هذا حتى هو غادي يستافد من تاكس ارغومونطاتيف، يستافد منه، ربما الاستاذ يلاه يطلبوا، حيت الاساتذه هنا مختلفين، كل واحد كيعطي سوجي، من بعد كيعطي واحد الموضوع، كل مره ولا كل حصه كيعطي على موضوع مختلف. اذا انت اللي ما عندوش هذا السوجي غادي يستافد منه، يستافد من لي زارغيمون. يقدر الاستاذ في الامتحان يقول لك هضر لي على شي نص حجاجي يعني من الاختيار ديالك، دونك تكون انت ديجا عندك واحد الفكره. دابا هذا السوجي هذا غنهضروا على لا فام، غنهضروا على المراه والدور ديالها، وكاينين بعض الناس كيرفضوا انها تخدم، يعني شي رجال كيقولوا انها خصها ما تخدمش، وبعض الناس مع المراه معاها كيقولوا خصها تخدم. اذا عندنا الناس المؤيدين والمعارضين، نقراو السوجي ونشوفوا لي زارغيمون، الحجج اللي غنقولوهم على الناس المؤيدين علاش بغاوها تخدم، ونشوفوا الحجاج لي زارغيمون ديال الناس المعارضين. دونك السوجي ديالنا تبعوا معايا. سيغتان بيغسون، بعض الناس بونس كو لا فام، كيظنوا ان المراه ماروكان، المراه المغربيه دوفري ريستي او فوايي، انها تبقى غير فوايي، فوايي هو الدار، علاش؟ بوغ سوكيبي دو سا ميزون، باش تهتم بالدار ديالها، سون ماري اي سي زونفون. دوطخ باغ كونطخ، وحدين اخرين افيرم qu'il devrait avoir, qu'il devrait avoir, c'est quoi là, des préoccupations, يعني انشغالات personnelles شخصية، بمعنى أن خصها تكون عندها مستقلة بذاتها وتكون خدامة. rédiger un texte argumentatif، يعني هنا صايب نص حجاجي، بمعنى أن خصكم تعطيو دي زارغيمون. كيف ما العادة كنقول لكم أن باش نصايب أنا موضوع فيه مقدمة وعرض وخاتمة، introduction خاصني نهضر على هذا السوجي، نعاودو هاد الهضره النيت اللي عندي دابا سيج نعاودها بطريقه اخرى بصياغه اخرى، ونقول بعض الناس كتقول كذا وبعض الناس كتقول كذا. ايوا اش بان لينا في هاد السوجي، يعني كنطرح واحد السؤال في المقدمه، كنعاود هاد السوجي بطريقتي، وكنطرح سؤال وندخل ديفلوبمون ونبدا نهضر. اذا نشوفوا دابا اكزومبل من شنو من المقدمه، ها هي انتروداكسيون، شوفوا معايا. لا سيتياسيون دو لا فام ماروكين، دابا عندي المقدمه، وضعيه المراه المغربيه ايتي لو سوجي دو كوند فالور، يعني هذا السوجي عنده واحد القيمه كبيره، اي كيا سي سوتي ان ديبا تري، واحد لو ديبا فيه واحد النقاش، يعني فيه الهضره ما يتقال. سيغتان جون، يعني عاودت بطريقتي مقدمه، سيغتان جون بعض الناس بونس كيل دوفري ريستي او فوي، يعني كنعاود مقدمه كنهز نفس الهضره، غير هي كندير واحد الدخله من عندي. اي دوطخ، وحدين اخرين افيرم كي لافوار كيل دوفي افوار دي بريوكيباسيون اكسترا دوميستيك، اكسترا يعني خارجه على المنزل، اللي هي انها خصها تكون خدامه. ديما المقدمه كتعاودوا نفس الطريقه ديال السوجي، كتبدل غير شي جمل ولكن نفس الفكره، يعني كتهضر على المؤيد والمعارضين وكطرح السؤال. شوفوا معايا السؤال اللي بالخضر، دونك نقول كيل سون دونك لي ريزون، شنو هما اذا الاسباب كي بوس اللي كتدفع شاك كاتيجوري كل فئه ا ايتر بور او كونتر لو ترافاي دو لا فام. شوفوا هذا السؤال هذا اي امتحان عطاك فيه استاذ تكست ارغومونطاتيف غطرحوا هذا السؤال، غتحيدوا عي داك لو طرافاي دو لا فام، خصها لك نتوما غتهضروا على المؤيدين والمعارضين، بما انكم غتخدموا بلون ديالكتيك، انا كتؤيدين والمعارضين، خصك طرح هذا السؤال في الاخر، كتقول اذا شنو هما الاسباب ديال هذه الفئه وديال هذه الفئه، يعني بصفه عامه تحيدوا غير هذاك لو طرافاي دو لا فام وتعوضوها بالسوجي اللي عندكم، يعني تقول شنو هما الاسباب اللي كيدفعوا هذه الفئه تكون ضد ولا مع، وتحيد طرافاي دو لا فام ودير على حسب الموضوع اللي عندك. هنا دابا دخلنا للديفلوبمون، العرض. اول حاجه نبداو بلي بارتيزون، نبداو بدي بارتيزون، هنا لي بارتيزون يعني هنا مؤيدين الفكره ديال ان المراه ما تخدمش، مؤيدين ان ما تخدمش. هنا كندير واحد الدخله، هنا شو كتشوفوا هذا الشيء ما تكتبوش في الامتحان نتوما لي بارتيزون، ما تكتبوهاش، غديرونيش هادشي اللي بالخضر. هادشي اللي بالخضر شنو؟ واحد العباره دخله ديال ديال العرض، المقدمه صافي درناها، هادي غير بلاص ما نقول ندخل ديفلوبمون العرض، شنو كديروا فيه؟ اولا ثانيا دابور اونسويت، هادي قبل ما ندير دابور اونسويت كنبين بلي راني نهضر على ان فئه، من خلال الجمله ديالي كنبين ان فئه نهضر عليها، واش اللي باغي المراه تخدم ولا لا، عاد باش كندخل نيشان نبدا كنبقى نعطي دابور اولا ثانيا ثالثا.
هنا شنو قالت؟ لا فام ا توجور سوسيتي دي لي كوريل، هنا المراه ديما لي كوريل اي لي كونتروفيرس، يعني ديما هذا الموضوع فيه الصراعات. دايور لي بارتيزون افيرم، مؤيدين كياكدون كليرمون كو سون رول، ان الدور ديال المراه ايسونسييل، ضروري اهم دور عندها هو سي ديتغ اون مير، انها تكون ام، يعني كي سو ليميتي غير في انها تكون ام بور بليزيور ريزون، يعني ما تخدمش غير تكون ام لعده اسباب. وكنعطيو دابا كنبين بلي دابا الاستاذ معايا يدخل يقرا يعرف بلي راه كتهضر انت على المراه ما تخدمش. دابور هاد دابور هادي هما داك لي زانديكاتور اللي كنحط اولا ثانيا. دونك شوفوا لارغيمون الاولى، اولا دابور اي بونس كو لا فام، هاد الناس اللي كيقولوا المراه خصها ما تخدمش، كنعطي لارغيمون ديالهم، يعني كي خص تدافع على الفكره ديالك، عاد قلتي ما تخدمش وصافي. شنو هي لارغيمون؟ هي هادي اي بونس كو لا فام اي فيت، انها دارت بوغ سو ليميتي او طرافو ميناجير، انا دارت باش تقاكس تشقى وتغسل وطيب ودير وصافي هادشي، سوكيبي دو سو ماري وتهتم بالزوج ديالها اي دو ليدوكاسيون دو سي زونفون والتربيه ديال الاولاد ديالها. سو سوري انجوست كال طرافاي دوبلومون، وانها راه ماشي من المعقول انجوست، يعني غير عادل انها تخدم زعما في الدار وتخدم برا، يعني هادشي انجوست. هذا هو الدليل، زعما هذا هو لارغيمون اللي كيدافعوا به على انها ما تخدمش. عاوتاني كيعطيو ارغيمون ثاني، نتوما ديروا ثلاثه ديال لي زارغيمون اون بليس. ايضا سي جون لا، هاد الناس هادو اللي كيقولوا راه ما تخدمش، شنو هما الدليل الثاني ديالهم؟ شنو هو لارغيمون الثانيه؟ كخوا كيظنوا كو لو طرافاي اور دو سون فوي، انا الخدمه اور يعني خارج على المنزل ديالها، بوتيتغ فيكتيم دو هارسيلمون، تقدر تتعرض للتحرش سيكسويل باغ اكزومبل دون لو ميليو رورال، مثلا في الوسط الغيغال يعني القروي اللي فيه نو سون با سكولاريزي، البنات ما كيقراوش تما، كار سيغتان كومبانيوغ بدويين بونس كو، يعني الناس اللي ساكنين في الباديه سميتهم كومبانيوغ، بونس كو لا فام كيظنوا ان لا فام كيخليوش ولادهم يقراو، علاش كيظنوا؟ ماشي كلشي، حنا كنهضروا على الفئه اللي كدير هكا، كو لا فام ني ريسبونسابل كو دو سا بتيت فامي، ان المراه لا علاش تقرا، علاش هي مسؤوله غير على العائله ديالها، الى لي زوتر طاش بوغ لوم، وتخلي الشغل الاخر للراجل، الراجل هو اللي يخدم برا، تخلي له داك لي طاش ديال برا والشغل وتماره والقادي، وهي تهتم بالدار ديالها، تهتم بولادها، تهتم بالزوج ديالها، يعني كل واحد وافكاره وكيدافع على الافكار ديالو. لارغيمون الثالثه اللي بقات لينا في لي بارتيزون، قالك اونفان بوغ او، بالنسبه ليهم سي لو بيليي كي تيان سون ماري او دوسو دو دي بروبليم اي دي تورمون دو لا في، سي لو كا دو لالا زبيده، زعما المراه هي اللي كتعاون، هي العمود، هي اللي كتعاون الزوج ديالها وكتوقف معاه في المشاكل، سي لو كا دو لالا زبيده. هنا عطيتكم لو كا دو لالا زبيده اللي كاينه في القصه ديال لابوتا ميرفي، يعني هذاك اللي عتوصلوا ليها، ولكن نتوما ما ديروهاش، ما ديروش هاد لو كا دو لالا زبيده، ما ديروهاش لا مير دو ناراتور، هادي في السيزيام لا طلبوا هاد السوجي كتعطي واحد الدليل، مالغري سون جوناج سي اون فام او فوايي كي سوكيب دو سون ماري و دو سون فيس، انها حتى هي مرا، ولا تعطيو هاد ليكزومبل، تقدروا تعطيو حتى هو كاين، ممكن تكتبوه ماشي مشكل، هاد ليكزومبل هذا واخا نتوما سانكيام قولوا، حيت هو اصلا في ليزاغيمون كتبقى تعطي شي دليل من الحياه، شي امثله، كاين مثال ديال مثلا لالا زبيده اللي كاينه في القصه ديال لابوتا ميرفي. دابا غنشوفوا لي زوبوزون، لي زوبوزون يعني المعارضين ديال هاد الفكره، المعارضين ان المراه ما تخدمش، معارضين داك الناس، يعني المراه خاصها تخدم. مي كندير واحد الدخله كنبين هادي اللي بالخضر، كاين في الامتحان ما تكتبوش لي زوبوزون، كندير واحد الدخله كنبين شنو؟ كنبين بلا راني غنهضر دابا على الناس المعارضين، معارضين زعما مع لا فام، تقدروا تقلبوا المهم ما علينا. مي سو روغار، ولكن هاد وجهه النظر، هاد النظره هادي اباري انجوست، كتبان غير عادله، اي لي زوبوزون افيرم لو كونترير، وهاد ديال المعارضين كيقولوا الضد ديال داك الهضره الاخرين بور بليزيور ريزون، يعني لعده اسباب، ودخل تعطي لي زارغيمو، ها علاش المراه خصها تخدم. اولا شوفوا معايا دابور اي فوا كو لا فام، كيشوفوا ان المراه اي اتر هومان، هي انسان، يعني علاش تحرم من الخدمه، اي دوفري افوار دي بريوكيباسيون بيرسونيل، وخص يكون عندها انشغالات شخصيه، يعني حتى هي تخدم، اي اتر او بي ديغاليتي، وتكون المساواه بينه وبين الراجل افيك لوم او بوين دو في دووا اي دوبليكاسيون، يعني كاع تكون عندها المساواه في الحقوق وفي الواجبات، دووا ودوبليكاسيون في الحقوق والواجبات. دونك هاد لي زوبوزون ما تكتبوهاش، هادشي داخل في الديفلوبمون، كتكتبوا هادي اللي بالخضر وتتبداو تعطيو لي زارغيمون ديالكم. نشوفوا دابا لارغيمون الثانيه، شوفوا معايا لارغيمون الثانيه
En plus, Aïdan, sur le plan intellectuel, la femme n'est pas inférieure, n'est pas inférieure à l'homme. يعني بالنسبة ليها في القراية في العقل في هذه راه ماشي قل من الراجل كوم اون لو بريتون بويسكيل روسوا لا ميم انستركسيون انها كتلقى نفس يعني زي نفس الدراسة كيقراو في بلاصة وحدة كيكون يعني نيفو واحد كلوي اتيتر ديكزامبل على سبيل المثال اون تروف دي فام بيلوت دافيون كنلقاو عيالات يعني هما بيلوت دافيون مينيستر شيف دونتربريز بروفيسور اي دي زوفريير يعني حتى هما كنلقاهم خدامين نفس الخدمة اللي كاينة عند الراجل لارغيمون الثالثة اللي بقات لينا اللي كيدافعوا على المرأة Finalement, et c'est l'argument principal, ou dire l'argument raïsia. Le travail, c'est un argument qui est le plus important. Je vais vous dire que c'est l'argument zouina. Le travail permet à la femme de s'assurer qu'elle a une indépendance financière, c'est-à-dire qu'elle et peut par conséquent subvenir, ou dire qu'elle a une subvenir à ses besoins. تعاون الاحتياجات ديالها تعاون الزوج ديالها تساعد ولادها مثلا اون كاد فيفاج ملي كتكون مثلا ارمله يعني فيف شكون اللي يخدم عليها يعني كتكون خدامه هازه راسها دونك هادو هما لي زارغيمون ديال الناس اللي معارضين معارضين شنو معارضين لك الناس اللي كيقولوا لا ما خصهاش تخدم معارضينهم هنا دابا عندنا كونكلوزيون نهايه كنقول يعني كتلخص داكشي كامل كتقول اون غيز دو كونكلوزيون لي بوين دو في يعني هاد وجهة النظر سون ديفيرون اونتر سو روغار ريدكتور اي لوتر اسي اوفير يعني كتقول وجهة النظر مختلفة من شخص لشخص من فئة لفئة من وجهة نظر هكا هكا وحدة اوفير اي شاكان اسي ريزون وكل واحد عنده اسباب يعني عقلية هكا متفتحة كل واحد وشنو وكل واحد عنده الاسباب ديالو اللي كيدافع بيها هنا كتكمل في الكونكلوزيون شنو كدير دابا في الاخر الا بغيتي كتعطي الراي ديالك كتعطي الراي ديالك انت واش مع هادو ولا مع هادو كونطا موا ها هي حمدو بها بالنسبه لي انا لا فام دوفري ترافايي المراه خصها تخدم اوغ دو لا ميزون خارج على الدار اي سوكيبي دو سون فوي وفي نفس الوقت او ميم طون تخدم برا وتهتم بالدار يعني علاش علاش كار اي لي كابابل حيت هي قادره دو سورغانيزي اون ترافايو ان انتيريو تنظم راسها بالخدمه برا والداخل